هو شعور بالانجذاب والإعجاب نحو شخص ما، يتسلل بهدوء، يستقر في غفلة من العقل ورغما عنك. هو أبلغ حديث عند السكوت، تموت حينها الكلمات ولا يموت. هو حرية الأسير ونظر ضرير، مسكن ومأوى وملجأ. لغة الأجيال منذ سنين خلت، ما صمت يوم نبضه وما سكت. بفرحه وحزنه، بمرارته وتعبه، يعيش حيا خافقا فينا. يحتفل العالم في 14 من شهر شباط فبراير من كل عام مشاهدينا بعيد الحب، وفي هذا اليوم يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى لأحبائهم أو الهدايا. وحديثا الرسائل التلفزيونية، شعور رحب يتسع لكل علاقات حياتنا من أحبائنا حتى أسرنا. وبمناسبة عيد الحب، تبادل المتابعون عبر صفحاتنا في فيسبوك التهاني بمناسبة عيد الحب. نستعرض بعض التعليقات اللي وصلتنا مشاهدينا. زميلنا عبد الله العصار حب إعاية خطيبته بمناسبة عيد الحب، وقال: الله يبارك لي فيك يا خير سند، ويجمعني بك على خير، وأشوفك أحسن دكتورة في الدنيا إن شاء الله. ومتابعتنا فطوم من اليمن وجهت معايدة لخطيبها محمد وقالت له: كل عام وانت حبيبي، الله يخليكم البعض يا رب ويتمم صفافكم على خير. أما خلود محمد علي فيبدو أنها محبطة قليلا بيوم الحب، وتقول إنه ما في حب وإن كل ضحك ولعب. خلود خليكي متفائلة وإن شاء الله القادم أفضل وأحلى. لولو سعدون من سوريا هنأت زوجها وأولادها وبيت حماها وعددت العيلة كلها، الله يخليكم البعض عزيزتنا لولو. أبو عراق الحساني يقول إنه عيد الحب هو مو بس عيد لحبيبين، بل هو عيد لكل الأصدقاء وكل العالم أيضا. عائشة تشاركه ذات الرأي وتقول بأن الحب لا يحتاج إلى عيد، فالحب هو أصل الوجود وليس محدد بيوم، فالأوطان والأهل والأصدقاء حبنا أبدي لهم. ومشاهدينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو ضيفتنا الكريمة ريما الحلبي، أخصائية بعلوم الطاقة الإيجابية. أستاذة ريما صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. كل عيد حب وأنت بخير. وأنت أيضا بألف خير. بداية أستاذة ريما، ما هو الحب؟ ليش نشعر أحيانا بالانجذاب والإعجاب أو ربما نسميه الحب تجاه شخص معين دون عن بقية الأشخاص؟ تمام. هلأ الحب كتعريف عجز العلماء والأطباء والفلاسفة عن تعريفه كمصطلح، أنه شو هيدا الشعور اللي بيخلق فجأة. ولكن بالإجماع كان الرأي أنه، أو لنقول بتركيبة الإنسان، اللي هو هيدي الشعلة اللي بتخلق فجأة دون سابق انذار، هيدي الاحاسيس والانجذاب اتجاه شخص معين مثل ما حكيتي حضرتك من شوي بدون سابق انذار، بل يعني هي بتخلق بسبب تجاذب هيدي الطاقات ما بين الاشخاص. هلا بالناحيه علم الطاقه في شيء بنحكي عنه دائما اللي اسمه ميزان العواطف. اعلى طاقه هي طاقه الحب اللي هي 500 وما فوق. فهيدي الطاقه بتخلق، يعني انا بلاقيها اتجاه هيدا الشخص تجاذبت الطاقات. يعني مبدأ قانون الجذب اللي هو الشبيه يجذب الشبيه. فأنا لما بلاقي هيدي الطاقة المتناسبة مع طاقتي بتخلق هون المودة والمحبة والشعور اللي يسمى الحب. طيب، إن خلقت هذه العلاقة أو سميتها الانجذاب بين اثنين من خلال الطاقة، ممكن أنه تستمر على مدى طويل أستاذة ريما، أم ممكن لأسباب خارجية تعيقها أو تقطعها أو تزول هذا الحب أصلا؟ أكيد أكيد، والحب أنواع بالنهاية، في حسب الحاجة الداخلية للإنسان. يعني حسب أنا حاجتي، إن كانت عاطفية إن كانت جسدية، إن كنت أنا عم ببحث عن شيء وجدته بهذا الشخص. هلأ إذا متوجه شوي للناحية الجسدية بيكون هذا الشعور مؤقت، اللي هو الشعور بهذا الرغبة المؤقتة اللي بتروح، أو مثلا الإعجاب أو الاهتمام بهذا الشخص بيروح.
هيدي كلها تحت قانون الحب تسمى، ولكن الحب اللي هو الشغف، اللي هو الحب العميق اللي بيخلق بكل شراييني وبكل نقطة بدمي، لا هيدا من الصعب كسره، يعني غير لما بتجي ظروف كتير صعبة وتفرق هالحبيبين لفعلا تروح هيدي المشاعر وتنطفي. الانجذاب الجسدي اللي سميتي هذا غالبا كما يقال هو من الرجل، والحب الروحاني هو دائما على الأغلب من المرأة. أستاذة ريما، هل هذا صحيح كما يقال؟ مزبوط، المرأة بطبيعتها أكثر عاطفية، ميالة للعاطفي أكثر، هلأ بفطرته الرجل ميالة للحاجة الجسدية أكثر، ولكن الاثنين مع بعض بتركيبتهم أكيد في شيء حسب كمان طاقة الرجل. في رجال بتلاقيهم عاطفيين أكثر من رجال، في رجال العاطفي شوي ما بتهمهم، يعني بترجع لطبيعة الشخص، ولكن بالإجمال لا الاثنين لهم تأثير بهذا الموضوع، ولكن المرأة أكثر من الرجل. طيب كيف يمكن أن نحافظ على الحب وديمومته، سواء من خلال الطاقة أو من خلال أمور أخرى؟ كما يقال أنه الحب إلى عمر، أستاذة ريما هل هذا صحيح؟ يقال أنه بين سنة ونص إلى سنتين ومن بعدها يتحول إلى مودة. لا أبدا، شوفي أنا من خلال تجربتي الخاصة، يعني إذا بدنا نحكي شوي عن المتزوجين، هلأ أكيد هي الشعلة اللي هي بتكون الشغف اللي بيخلق أول شيء، هو شعور مؤقت وبيروح بعد الزواج، حتى ما بياخد سنين، بياخد أشهر، مجرد ما الشخصين تعودوا على بعض. ولكن الشعور المحبة الحقيقية هو أنا برأيي بنظري المحبة الحقيقية هي بتجي بعد الزواج أو بعد الارتباط الحقيقي، ولما بصير في أولاد، إن كانت مجموعة مشاعر المودة، الصدق، الاحترام، شعوري بحاجتي لهيدا الشخص اللي هو النفس اللي أنا بتنفس وما فيني عيش من دونه، التعلق بهيدا الشخص، كتير أمور يعني بتخلي الحب يستمر، مش شيء مؤقت. وإلا الحب كله مثل ما حكيته من شوي، الكون كله مبني على الحب، الله محبة، ما فينا نعيش بدون الشعور الحب. الإنسان اللي بيعيش بدون هيدا الشعور الرائع إنسان ميت، يعني ما يعتبر أنه عايش بسعادة. طيب أستاذة ريما، ماذا عن العكس؟ هناك من يبدأون علاقة، نحن الآن نتحدث عن المتزوجين وبعدها رح نتحدث عن غير المتزوجين، يبدأون بحب لكن بمرور الزمن هذا الحب يزول. ليش يزول؟ هل هي مثلا بسبب أنه بدأوا بشكل خاطئ، المشاعر لم تكن ناضجة، لم تكن صحيحة سليمة، ما الأسباب؟ ترجع لحسب الأسباب اللي بالأساس أنا بديت فيها العلاقة. إذا كانت القاعدة الأساسية الصحيحة اللي هو المبني على الحب الصحيح والقوي، مش بس حاجة جسدية وخلصت منها وخلص كانت مؤقتة، أو بس انجذاب لشكل هيدا الشخص، هاي الأخطاء اللي بتصير هون بعد فترة خلص هيدا الشعور مؤقت وبيروح. ولكن أنا الشعور الحب الحقيقي أنا برأيي ما بيموت، بالعكس بيكبر. طيب. إذا كان يعني خف من الجهتين السبب، يعني عدم الاهتمام، عدم الحوار، عدم التواصل، الأمانة، الثقة بين الطرفين، الصدق، الأمانة، الاحترام، كل هذه الأمور هي مقومات استمرار الحب. طيب هنا شلون أعرف أنه حبي حقيقي تجاه شخص، أو الشخص كيف يعرف أنه هو حبه حقيقي تجاه إنسانة. شوفي شعور الحب اللي هاي هسه طلعنا عن الزواج، خارج الزواج، زواج او غير زواج، انا بدي احكي عن الاثنين، يعني انا برجع بقول لك لشخصيتي يعني او تجربتي الشخصيه. هلا الشيء المعترف عليه او للاغلب بيعرفوا انه لا مش عن المتزوجين، العيد العشاق هو بس للمرتبطين، لكن هو بشكل عام هو للجميع، هو للجميع. شعور المحبه الدائم ما بيخلص. عفوا بس تعيدي لي السؤال، كيف اعرف انه او اي شخص كيف يعرف انه هو حب حقيقي تجاه شخص؟ لأنه ذكرتي حضرتك أنه الحب الحقيقي هو اللي يدوم ويزيد بعد الزواج. قبل الزواج كيف أعرف أنه هذا الحب هو حقيقي؟ لما أنا هذا الشخص بيتغلغل بأفكاري 24 ساعة، هيدي الشعلة ما بتنطفي أبدا، هيدي المشاعر الحلوة تلاقيها دايما مستمرة، وعم أنا نايم عم فكر فيه حتى ما في نوم، يعني إذا بدك هيدي هون مشاعر حقيقية. ولكن حاجة الجسد، حاجة العاطفي، حاجة أني أنا بدي شخص يفهمني يحكي معي، هذا شعور مؤقت. بلاحظ أنه مثلا في أي شيء ممكن يشغلني عنه، أو بعد فترة ممكن أنسى إذا ما ضليت مع تواصل مع هذا الشخص. إذن وقتنا انتهى أستاذة ريما، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو. ضيفتنا الكريمة كانت ريما الحلبي، أخصائية بعلوم الطاقة الإيجابية. شكرا جزيلا. مشاهدينا، وبمناسبة عيد الحب نحن أيضا رصدنا آراء الزملاء في غرفة الأخبار وسألناهم كيف يحتفلون بعيد الحب وماذا يعني لهم هذا اليوم. نتابع.
مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. اليوم بصادف عيد الحب، وبهي المناسبة حبينا نشوف الزملاء في غرفة أخبار الآن بحبوا يوجهوا رسالة لمين بهي المناسبة. خليكم معنا. في الحقيقة أنا لا أحتفل بعيد الحب ولا مرة احتفلت بعيد الحب، لأنه نعتبر أنه مشاعر الحب من المفروض الإنسان يعبر عليها طول السنة، هي مش محتاجة يوم واحد أو مناسبة واحدة حتى الواحد يعبر عن مشاعره للآخر. والمشاعر الحبية عادة تكون بالنسبة لي هي أفعال ليست أقوال، ولا هي وردة أو دبدوب يعني في يوم معين من السنة. لذلك كل واحدة ملحقهاش دبدوب أو وردة في هذا اليوم، أنا نقولها أنه يعني لا داعي للزعل، يعني لا تزعلي وفكري بأنه المناسبات السعيدة هي كل يوم، لأنه الواحد كل يوم الصبح لما يفيق بصحته وعافيته هي مناسبة سعيدة ممكن يحتفل فيها طول النهار. طبعا الحب شيء جميل جدا، ومش شرط أن الحب يكون بين شاب وشابة، فممكن الحب يكون بين صديق، بين مشاعر بتكنها لأهلك، لحد قريب عليك. طبعا بالمناسبة دي أحب أوجه بالمقام الأول لأهلي، والدي والدتي وأصدقائي طبعا وزملائي هنا في العمل، وكل حد شاركني بلحظة حلوة أو موقف حلو حصل منهم. بمناسبة عيد الحب بحب وجه رسالة حب لكل العالم العربي، بقول لهم إن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله دايما بتكونوا متحبين وينتشر السلام بالعالم العربي كله. وكمان بدي وجه تحية كتير كبيرة لأحلى حب بحياتي اللي هي أمي، الله يطول بعمرها يا رب، بقول لك العام وانتم بألف خير، بحبك كتير يا ماما. عيد الحب مناسبة يعني ناخدها فرصة لنقول لكل الناس اللي بنحبهم نحن بنحبكم. ما تستنى أو تكتم مشاعرك لأي شخص كان. وبهاي المناسبة أنا بدي أقول لزوجي طبعا أنه هو بيعرف أني أنا بحبه كتير، ولابني ولكل عائلتي، لأمي وأبوي ولكل الناس اللي بحياتي وأصدقائي، أنهم فعلا موجودين بحياتي لأنه أنا فعلا بحبهم. كل عيد حب وكل الناس بخير وسلام وأمان. يا رب عيد الحب يغير مفاهيم كتير في عقول الناس، والناس بدال ما تكره تحب. مش لازم يكون يوم في السنة، لازم تكون كل السنة حب. وطبعا أنا بقول لأمي كل سنة وانت طيبة، وزوجتي الحبيبة بقول لك كل سنة طيبة، وحشتيني جدا، كل عيد حب وانت طيبة، ولولادي ولأصدقائي كل سنة طيبين.